أعزائي المشاهدين، أسعدتم مساء ومرحبا بكم في لقائنا لهذا المساء. أعزائي، معي هذا المساء كل من الإمام حسن القزويني، وهو المرشد المركز الإسلامي في أمريكا، والأب مانويل بوجي، وهو النائب الإسقفي لأبرشية مارتوما الكلدانية في أمريكا. نرحب بكم مرة أخرى في قناة الأمياء. شكرا شكرا. تصحيح بسيط، مرشد المنتدى الإسلامي. مرشد المنتدى الإسلامي في أمريكا. طبعا كان عندنا الحلقة الأولى من حوار الأديان، وأبونا بوجي كان موجود. هاي الحلقة الثانية من حوار الأديان. في الحقيقة نحاول أنه نمد الجسور بين الجاليات الموجودة في أمريكا، الجاليات الشرق أوسطية، سواء كانت الجالية الكلدانية أو اللبنانية أو العراقية أو الأردنية. وبالنسبة للدين، شيء مهم لعلاقة الجاليات الموجودة برجال دينها. الجالية الكلدانية، لولا الكنيسة الكلدانية ما كان أكو كلدان موجودين. هناك علاقة خاصة ومميزة بين الجالية الكلدانية والكنيسة الكلدانية، هي اللي حافظت على اللغة وعلى التراث وعلى هوية الكلدانية. نعرف كل زين أنه الجالية في ديربون لها علاقة مميزة بين الجالية الموجودة ورجال الدين والجوامع الموجودين، سواء كانت الجالية العراقية أو الجالية اللبنانية. فأبدي وياك إمام حسن قزويني، هناك كان علاقة تاريخية بين المسيحيين والإسلام، سواء كانت في العراق ولبنان. ماذا حصل لهذه العلاقة المميزة؟ هل هناك تغيير؟ وهل هناك يعني المجرمين الحاقدين من جماعة داعش أو المنظمات الإرهابية حاولوا يجون بالطائفية والتفريق بين الأديان وحتى بعد الدين الواحد؟ فهل أثرت هاي على العلاقة التاريخية الموجودة بين الإسلام والمسيحيين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أود أن أقدم الشكر لكم أستاذ وليد على هذه الفرصة المتميزة، وأيضا لتلفزيون MEA، وكذلك لأخي وعزيزي الأب العزيز أبوجي هنا، لهذه الفرصة الطيبة لنجتمع كرجل دين مسلم ورجل دين مسيح. أولا دعوني أؤكد أن العلاقة كانت ولا تزال متميزة بين المسلمين وخصوصا المسيحيين في الشرق الأوسط وخصوصا في العراق. وحينما أقول أن العلاقة متميزة بين المسلمين والمسيحيين، أنا لا أتحدث عن داعش، ولا أتحدث عن المتطرفين، ولا أتحدث عن الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، سواء من المسلمين أو من المسيحيين. بعبارة أخرى، هؤلاء المتطرفون قتلوا من المسلمين ومن المسيحيين، لكن تبقى علاقتنا متميزة. وأنا أتحدث عن تجربة، مثلا تجربتنا الخاصة هنا في ميشيغان. أنا علاقتي دائما كانت متميزة، أنا وغيري من بقية الأئمة المسلمين، مع الإخوة المسيحيين وتحديدا الإخوة الكلدان. علاقتي مع المطران إبراهيم، علاقتي مع حتى البطرك ساكو حينما جاء، قمنا بزيارته وكان لقاء طيب. لما الراحل الكاردينال ديلي جاء إلى ميشيغان، أنا قمت بزيارته وكان لقاء طيب وودي جدا. قبل فترة كان لنا لقاء مع المطران قلابات، وأيضا كان اللقاء ودي، وتسوده حالة النكتة والطرافة والأخوة. أنا لا أرى أن هناك مشكلة إطلاقا بين القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، أنا لا أراها أبدا. نعم، أنا أعتقد هناك مشكلة على الأرض في العراق تحديدا، لربما في مصر أيضا، حيث تعرض إخوتنا وأحبتنا المسيحيون إلى نوع من الاضطهاد والقتل والإجرام على يد عصابات داعش المتطرفة. وهذا الشيء طبعا يؤلمنا.
نحن ألمنا ليس أقل من ألمكم حينما ننظر إلى ما يحدث لإخوتنا المسيحيين في العراق، ولا أبالغ في ذلك. يعني أنا قلت ذاك اليوم لسعادة المطران، قلت أنا بالنسبة إلي كرجل دين مسلم، حينما يقتل إنسان مسيحي في العراق أشعر كأن إنسانا مسلما قتل، وأشعر حينما توجه إهانة أو اعتداء إلى كنيسة مسيحية في العراق أشعر أن الاعتداء هو ضد مسجد، لأن هذا بيت الله وهذا بيت الله، هذا بيت للعبادة وهذا بيت للعبادة، ويمتلكان من القدسية على حد سواء. ولذلك المصيبة والألم جمعنا في الواقع، جمعنا نحن كمسلمين وكمسيحيين. نعم قلت هناك آلام تعرض لها إخوتنا المسيحيون، هجروا من بيوتهم، قتل بعض رجال دينهم، تعرضوا إلى اضطهاد، ولكن هم ليسوا الوحيدين الذين تعرضوا إلى اضطهاد. نعم هناك أيضا المسلمين الذين وتحديدا وتحديدا يعني إذا نريد نتكلم بالتصنيفات اليوم الطائفية، الشيعة تعرضوا إلى مذابح، وحتى السنة، وحتى السنة المعتدلين. يعني المصيبة هي عامة اليوم في العراق. داعش لا تقاتل المسيحيين، لنكن واضحين، داعش تقاتل كل من هو ليس من داعش، صح، من المسلمين. أي شخص يختلف معهم، أي شخص يختلف مع داعش، داعش تقوم بقتله، من الشيعة ومن السنة ومن المسيحيين، في سواء كان في العراق أو سوريا، سواء في العراق أو في سوريا أو في سيناء أو في أي مكان آخر انتشرت داعش. صح. لذلك أنا أعتقد أن علاقتنا التاريخية كانت متميزة وستبقى متميزة، وسنبقى على ود ومحبة كما كنا في السابق. لربما هناك بعض التكاسل من هذا الطرف أو من هذا الطرف لعدم اللقاءات، لكن هذا لا يعني أننا لا سمح الله بيننا هناك فجوة روحية. أنا أمد يد الصداقة والمحبة إلى إخوتنا المسيحيين، إلى الآباء المسيحيين، إلى المطارنة، علاقتنا طيبة، وأنتوا اليوم شفتوا يعني علاقتنا إحنا طبعا إخوة وأصدقاء. يعني صح. أبونا بوجي، نظرة الدين المسيحي للإسلام والمسلمين كيف تنظرون؟ يعني كرجل دين مسيحي من تتعامل مع الدين الإسلامي والمسلمين، ما هو الأسس اللي موجودة بالدين المسيحي تورد الإسلام؟ أهم شيء أنه الإيمان المسيحي ينظر إلى الإنسان على أنه خليقة الله المفضلة. الله خلق كل الخلائق، خلق الطبيعة، خلق كل شيء، وأخيرا خلق الإنسان. وإنسان أعطانا السلطة على هالكون، ومن الكتاب المقدس من سفر التكوين نقرأ أنه الله تعالى هو بنفسه جبل الطين، نفخ بهذا الطين وقام آدم، صار روح حية. ويقول الله تعالى لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا. إذن الإنسان مدعو إلى أن يكون في طريق إلى الله، أن يكون على مثال الله، ما يكون الله بالتأكيد، ولكن الإنسان يكون على مثال الله الأب الحنون الغفور، أن يتعايش مع الآخرين، أن يحب. ومفهوم الحرية، حرية أبناء الله في الإيمان المسيحي هي أساسية جدا. ومثل ما في الإسلام لا إكراه في الدين، أيضا إعطاء الحرية للآخرين واحترام الآخرين كانت واحدة من القرارات الرئيسية في المجمع المسكوني الفاتيكان الثاني في 1900 بمتوسط الستينات، أنه الديانات كلها عدها مكانتها، والمسيحية تحترم كل الديانات. فبالنسبة للإيمان المسيحي على إعطاء الحرية للإنسان أن يختار الإيمان مالته، هذا هو أمر أساسي. مو معناته أنه المسلم ما عنده حق أن يبشر أو المسيحي ما عنده حق أن يبشر. قابلية التبشير أو إمكانية التبشير، حرية التبشير هي أيضا أساسية، لأنه القناعة الإيمانية هي قناعة مبنية
على العقل على الإيمان أيضا. شلون أنا مقتنع أنه الله أعبده بهذا الشكل اللي إيماني يقول لي، تربيته على هذا الإيمان، أنا مقتنع بهذا الإيمان، فشلون أتبنى هذا الإيمان؟ إذن أكو نوع من التعقل، ما لازم يكون فقط عاطفي، ما لازم يكون فقط توارثي، لازم يكون مبني على العقل، على الحرية، حرية واحترام الآخر. هذا فد شيء موجود، يعني ماكو فد آية، ماكو فد نص اللي بيها الإيمان المسيحي يقول أنه لازم نقتل الآخرين اللي ما هم مسيحيين وإلى آخرين. كيف هي العلاقات على مستوى قيادة الكنيسة المسيحية مع مع الأزهر for example or مع رجال الدين الإسلام سواء كان الشيعة أو السنة أو كل المذاهب؟ يعني العلاقات الرسمية تبقى علاقات رسمية، نعم. بس حقيقة على أرض الواقع من حوالي نصف قرن وجاي أتصور فشلنا إحنا المسيحيين، وأتصور الإسلام أيضا فشلنا أن الأخوة البشرية تكون الدافع الأساسي للعلاقة. ما كده أحكي على المواطنة، المفروض السياسيين واللي ما لازم يكونوا رجال الدين، السياسيين يخلون الأسس التالية أنه كل المواطنين سواسية أمام قانون الدولة، تلك الدولة بغض النظر، واحد يريد يؤمن يؤمن، واحد ما يريد يؤمن ما يؤمن، بس أمام قوانين الدولة الجميع هم سواسية بغض النظر إلى أي إيمان ينتموا، هذا شغل الدولة. ولكن على مستوى رجال الدين، ونتحدث اليوم بشكل خصوص عن المسيحيين والإسلام، المفروض يدعون إلى السلام، إلى الأخوة، إلى التعايش. هذا الشيء أتصور إحنا فاشلين به إذا ننظر إلى الواقع. يعني لما كنت أنا في عمر 20 سنة قبل 50 سنة خلينا نقول، أنه ما كنا نشوف فرق كثير، أصلا ما كنا نعرف الشيعة والسنة بالمنطقة اللي كنا بيها، إحنا ما كنا نميز، وطلابنا كانوا يروحون للمدارس، للجامعات، للكليات، كانت فتشي جدا تعايش طبيعي. هذا الأمر حاليا انتهى في الشرق الأوسط إلى حد كبير. هل أنتم راضين عن التصريحات أو على مواقف رجال الدين الإسلام وخاصة في العراق من الأعمال الإرهابية اللي موجهة ضد المسيحيين وتهجير المسيحيين وما حصل للمسيحيين سواء كان في الوسط في الجنوب أو الوسط أو في الشمال؟ التصريحات كانت كلها حلوة حلوة. هل هي الحصيلة الحصيلة ما أعرف أكو فعل ما أكو فعل، الحصيلة النهائية المحصلة النهائية هي أنه العراق والشرق الأوسط بشكل عام، سوريا والعراق بشكل أساسي، يعني راح تنتهي منها المسيحية. ما أريد أكون كلش متشائم، بس وهذا راح يؤذي النسيج الاجتماعي في هالبلدان. ما أريد أقول أنه يعني فقط المسيحيين كانوا بذرة العلاقات والعيش المشترك الأخوي، ما أريد أقول هذا الشيء أبدا، ولكن كانوا في الدفع لهذا الشيء. يعني الفكر الانفتاحي، الفكر المفهوم الديمقراطي، فكر المفهوم العلاقات السواسية بين البشر وإلى آخره، الله تعالى كان خلقنا كلتنا سوا، هالمفاهيم لسبب من الأسباب خلال هالنصف قرن كي تندثر. يعني أنا في هاللحظة مو في موقف أو في مكان أن نحلل ليش، لربما يكون أناس آخرين عندهم
الدراسات الاجتماعية، تأثير الدين على المجتمع، تأثير السياسات، تدخل الدين بالسياسة إلى آخره، يكون دراسة أخرى. إمام قزويني، هل الصراع الطائفي الموجود في المنطقة وخاصة بين السنة والشيعة وبين الإسلام والتطرف الإسلامي خلى الأقلية المسيحية مهملة، خلى الأقلية المسيحية تارجت لهذول الإرهابيين اللي أنه يعني خلينا نكون واقعين، المسيحيين سواء كان في العراق أو سوريا ما عندهم جيش، ما عندهم ميليشيات، ما عندهم القوة لتحميهم. هل هذا الصراع الطائفي خلى هذول ينهملون، هذول تارجت لهذول الإرهابيين؟ أولا اسمحوا لي أعلق على ما ذكره أخي وعزيزي سعادة الأب بوجي، وهو بالنسبة لموقف القيادات الإسلامية. أنا لا أتحدث عن كل القيادات الإسلامية لأنه ما عندي هالصلاحية أن أتحدث باسم كل المسلمين، لكن بإمكاني أن أتحدث عن موقف القيادات الإسلامية الشيعية خصوصا في العراق، وخصوصا أن الشيعة هم الأكثرية في العراق. نعم. القيادات الدينية الإسلامية الشيعية كان لها موقف واضح وصريح من رفض كل أنواع الاعتداء على إخوتنا المسيحيين، التنديد بذلك، استنكار ذلك. لكن تعرفون يعني المرجعية الدينية هي ليست جهاز دولة ولا تمتلك شرطة ولا عندها ميليشيات. المرجعية الدينية مرجعية دينية. نعم. لا تملك أكثر من سلاح الكلمة والتوجيه الديني، فقدمت ما تستطيع من أجل حماية المسيحيين، ودعت المسلمين في العراق وخصوصا الشيعة إلى احتواء المسيحيين المشردين اللاجئين، تعامل معهم كإخوة كأعزاء كضيوف أعزاء علينا. ولذلك قامت كثير من الأسر المسيحية النازحة من الموصل والمناطق الأخرى باللجوء إلى مناطق المسلمين وتحديدا المناطق المقدسة مثل كربلاء والنجف. أنا ابن كربلاء ورحت وبعيني شاهدت الأسر المسيحية التي لجأت إلى كربلاء واحتضنها المسلمون الشيعة وفتحوا لهم البيوت وفتحوا لهم الحسينيات وشاركوهم. فطبعا هذا واجبهم، هذا واجبهم، هذا ليس منة، وإنما كان واجبهم الأخلاقي أن يقومون بذلك. لكن الذي أريد أن أقول أن المرجعية الإسلامية الشيعية تحديدا قامت بما تستطيع. نعم لم تتمكن من حمايتهم باعتبار أنها هي ما لم تتمكن من حماية حتى المسلمين الشيعة. نعم. كما تعرضت كنائسكم إلى التفجير، تعرضت مساجدنا وحسنياتنا إلى التفجير. صح. كما قتل كثير من المسيحيين، قتل كثير من المسلمين أضعاف. نعم. ويعني خلينا نكون دقيقين أكثر، يوم دخلت داعش إلى الموصل وقامت بتهجير المسيحيين إخواننا المسيحيين، قامت في سبايكر بقتل 1700 جندي. صح. مسلم شيعي. صح. الضحايا اللي قتلوا من المسلمين أكثر ممن قتلوا من المسلمين، وفجروا الكنيسة وفجروا الجامع. نعم. على حد سواء. نعم. فالقيادات الإسلامية قامت بما يجب أن تقوم فيه. أكثر من هذا هذه ليست مسؤوليتها، هذه مسؤولية الدولة المدنية. نعم هناك فشل على مستوى الدولة المدنية. الدولة المدنية في العراق هذه وللأسف عاجزة لأسباب مبررة أو غير مبررة، عاجزة عن حماية الشعب سواء من المسيحيين أو حتى من المسلمين. يعني ما تمكنت من وقف الهجمات الإرهابية مو فقط ضد المسيحيين وإنما حتى ضد المراقد العتبات المقدسة في كربلاء في النجف في الكاظمية. بين فترة وأخرى هناك تفجير. صح. يستهدف العتبات المقدسة. فنعم هناك فشل، لكن هذا لا يتحمله يعني القيادات الدينية الإسلامية، تتحمله الحكومة الفاشلة في العراق. فيما يرتبط بالسؤال الآخر أنه ماذا نستطيع أن نفعل، هنا نحن نحاول أن يعني نوضح للعالم وخصوصا لأحبائنا المسيحيين والكلدان بأن المصيبة اليوم التي يشهدها العراق لا تخص المسيحي والمسلم.
اليوم صحيح تحول بعض الكلدان إلى تارجت وهدف للمتطرفين وللعصابات الإجرامية، لكن لا ننسى أن المسلمين أيضا تعرضوا إلى هدف. نعم المسلمون خصوصا الشيعة لديهم بعض الميليشيات، أنا أعتقد كان لازم المفروض إخوتنا المسيحيين أيضا يكون لهم ميليشيات أو ينخرطوا بميليشيات غير طائفية تقوم بحمايتهم، لكن المهم أن هذه المشكلة ليست مشكلة المؤسسات الدينية، هذه مشكلة المؤسسات الاجتماعية ومشكلة الحكومة المدنية التي فشلت في تأمين الأمن للمسيحيين وللمسلمين على حد سواء. نعم طبعا أنا أعتذر هاليوم لأنه الكنترول ده يقول لك مكالمات هواية، أعتذر من أخذ المكالمات لأنه الوقت ضيق وبالنسبة للضيوف يعني مو نقدر دائما نجيب هيج ضيوف، فنستغل الفرصة والوقت للأسئلة والمحاورة. إمام قزويني أنت شو ما قلت كانت علاقات وموجودة علاقات جيدة، وزرت المرحوم المطران والبطرك والبطرك الجديد من إجه زرت قمت، بس بالآونة الأخيرة وخاصة السنتين الماضية يعني أنا أحضر كثير مناسبات وكنت أشوف دائما رجال الدين المسيحيين والإسلام قاعدين على ميز واحد وعلى طاولة واحد، و بالآونة الأخيرة ما موجودة هالشيء، شنو السبب؟ ونفس الشيء السؤال الأبو نبوجي أي واحد؟ يعني حقيقة مثل ما تفضل الإمام حسن القزويني أنه العلاقات على المستوى الرسمي موجودة لربما ما هي كثيفة ولكن موجودة للمناسبات، ولكن ما هو أبعد من ذلك هو المهم، العلاقات بين الرسميين علاقات بين الرسميين ما تنزل إلى أرض الواقع، العيش المشترك، العيش المشترك هو هذا المهم. وش قد احنا هوني خلينا نقول اللي جايين من العراق بشكل أساسي جايين من لبنان أيضا نقدر نعطي صورة أفضل بكثير من الواقع الموجود في الشرق الأوسط. الواقع الموجود في الشرق الأوسط هو واقع عدم التعايش، عدم قبول الآخر سواء كانت إسلام مسيحيين وهو قليل جدا، ولكن المشكلة الأكبر للدين الإسلامي هي أنه إسلام إسلام، وهذا أخطر بكثير يعني ما أريد أن أدخل أنه ما هي ضمن صلاحياتي. فلازم هوني وهذا الشيء أنا قلت له بالكنيسة بشكل رسمي، قلت له بخاطرة اليوم قبل أسبوع وأسبوعين متتاليين في إذاعة صوت الكلدان، أنه ما نريد النموذج الموجود في العراق في سوريا اللي هو عدم القبول الآخر أن إحنا نكون ضحيته، بالعكس لازم ننطي إحنا مثال لهذيك المجتمعات أن تأخذ من عندنا. إذن التعايش هو ضروري، حوار هو ضروري، حوار مبني على الحضارة مبني على العقل هو ضروري، مثلا بناء جامع في مدينة ستيرلينغ هايتس أو في أي مكان آخر، ليش ينبني ليش ما ينبني، يكون حوار عقلاني مبني مدروس على أولا القوانين المدنية، شنو هي القوانين مال المدينة معينة، وأيضا الجيران شقد عندهم حق شقد ما عندهم حق، شلون يعبرون عن هذا الشيء إلى آخره. فبيناتنا إحنا هذا الأمر هو ضروري أنه أن يكون حوار، لأنه بهذا البلد كلش واضح حرية الدين هي جدا مهمة وهي مضمونة للجميع، وبناء دور العبادة هي مضمونة للجميع حتى للأديان اللي هي ضد الله. حاليا سمحوا لوضع تمثال للشيطان في مدينة ديترويت،
باسم حرية العباد. نعم. باسم حرية دينية. زين إمام قزويني، هناك بعض وقل قليل كلش من الأشخاص وهناك برامج دينية موجهة ضد الدين الآخر، وخلينا نقولها بصراحة، إسلام ضد المسيحيين، مسيحيين ضد الإسلام. وشو ما قال أبو نبوجي الاضطهاد وإنكار الآخر موجود في العراق، وجايين جدة هم اللي قاسوا وهم اللي يسمعون هيك برامج، وهاي البرامج بالنسبة لي يعني يطلقون سموم سموم، لأنه أي تفرقة أي إنكار للآخر هو أعتقد لي جريمة إنكار الآخر. ليش ما قمتوا وليش ما أنه الأصوات تعلى ضد هاي البرامج، ضد هذول الأشخاص اللي هم قليلين كلش، أنه تطلع من الكنيسة أو من الجامع استنكار لهم استنكار لهم، وأكو وسائل إعلامية مسموحة لكم أنه تجون وتفهمون الجالية الموجودة هنا سواء المسيحية أو الإسلامية، أنه هذول ما يمثلونه، ما يمثلون الدين الإسلامي، ما يمثلون الدين المسيحي. ليش ما قمتوا بهالشيء؟ لأنه هاي تطورت، وكان أكو هناك نص ساعة، أس أكو ساعات ساعات وساعات وتنضيف ساعات، وهناك قلة قليلة كلش انضافت على هالقلة القليلة مجموعة أخرى. ليش ما قمتوا؟ وأبدي وياك. في الواقع أنا أعتقد أنه دي يصير خلط في القضية. إحنا خلينا نكون واقعيين. نعم. طبعا أنا قلت في بداية حديثي أني أنا شخصيا وكل المسلمين المعتدلين اللي أعرفهم وجالية ديربون وعموما المسلمين في أمريكا هم جالية معتدلة. نعم. يتفهمون معاناة إخوتنا المسيحيين ويتألمون لما حصل ويحزنون لما حصل لهم ونتعاطف معهم، وأنا شخصيا قلت هذا الكلام أكثر من مرة في خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة موجودة على اليوتيوب وبإمكان أي شخص أن يسمعها. نعم. أني أستنكر الجرائم التي حصلت بحق إخواننا المسيحيين في العراق، مو فقط أنا أستنكرها، كل رجل دين مسؤول مسلم محترم يحترم نفسه ويحترف وظيفته يجب أن يستنكرها، وقد استنكرها الكثيرون. بالنهاية إحنا نعتبر أن المسيحيين هم إخواننا في الإنسانية وإخواننا في الوطن، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم إذا نشوف القرآن مثلا يمتدح المسيحيين، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. القرآن يشتمل على سورة كاملة حول السيدة مريم عليها السلام. القرآن الكريم يتحدث عن السيد المسيح أكثر من 124 مرة بكل تقديس واحترام. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوصي المسلمين باحترام أهل الكتاب وهم النصارى واليهود. النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج امرأة نصرانية هي ماريا القبطية اللي بعدين صارت أم ابن إبراهيم، ويوصي المسلمين باحترام المسيحيين والأقباط تحديدا، حتى يبعث رسالة اطمئنان إلى الكل ورسالة لماذا محبة. لماذا لا تستنكروني هاي البرامج الإذاعية، هاي السموم اللي تطلع اللي تتعدى على الدين المسيحي، وهناك برامج مسيحية تتعدى على الدين الإسلامي؟ نحن نستنكر. أولا اسمحوا لي، أنا شخصيا أستنكر واستنكرت المرجعيات كل إهانة توجه إلى المسيحيين. نعم أنتم تتحدثون عن داعش، يا أخي داعش ما تمثلني، انسى داعش. أنا ليش أتحمل مسؤولية؟ اسمحوا لي. نعم. لماذا أنا أتحمل مسؤولية داعش؟ نعم. أنا أقول لكم شيء، اليوم إذا أنا والأب وجينا نتمشى في نزهة فرضا في شمال العراق، ولا سمح الله وقعنا بيد داعش، ماذا تفعل داعش بنا؟ الأب يقولوا له يخيروا بين أربع أشياء. نعم. يقولوا له إما تدفع جزية أو تصير مسلم أو تطلع منا. أنا ما يخيروني، أنا كمسلم شيعي يذبحوني رأسا. يا أخي داعش، أنا أرد أقول هذه الكلمة لإخواننا المسيحيين هنا،
يا أخي مثل ما داعش يكرهوكم يكرهونه، مثل ما قتلوكم قتلونه، مثل ما آذاكم آذونا، مثل ما الطاولوا عليكم الطاولوا علينا، مثل ما أنتوا اعتبروكم بناس كفار إلي يعتبروني أكثر من الكفار. طيب يا أخي أنا ليش لازم أتحمل مشكلة؟ بس إذا يجي رجل ديني ويقول أنه سيد المسيح مو هو اللي انصلب، اللي انصلب هو غيره، هذه هاي عقيدة، هذه عقيدة مسلمة. اسمح لي نعم. أستاذ لا نخلط مهاية مهاية شوية. لا 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 نخلط بين شيء. لا 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 اسمح لي اسمح لي أستاذ نعم. أستاذ وليد لا يصير نعم. خلط بين شيء نعم. بين العقيدة الإسلامية في المسيح، المسلمون يعتقدون بقدسية المسيح، يعتقدون بأنه هو أحد الأنبياء أولي العزم، يقدسوه يعظموه ويضعوه في نفس المستوى الذي يضعون فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله، لكن ما يعتبرون المسيح ابن الله. هذه هاي عقيدة إسلامية. وما يعتبرون أن المسيح صلب، وما القرآن الكريم يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. هذه عقيدتي. بس هناك برامج تتهجم. اسمح لي اسمح لي. ورح أنت حقي من أجي على أبونا بوجي رح أقول له البرامج المسيحية اللي تهجم الإسلام. أنت نعم. فهذه عقيدتي أنا. نعم. هذه ما لازم يزعل منها المسيح لأن أنا لا أوجه فيها إهانة. أنت لا. تعتقد أن المسيح ابن الله، أنا ما أعتقد أن المسيح ابن الله، بس أنا أعظم المسيح. لا. يطلع لي واحد مسلم ذي الطاولة على المسيحيين يسوي إيش؟ هذا ما يمثلني. بس ليش بتستنكر؟ أستنكر الآن من هنا، أنا أستنكر لا. كل إهانة يوجهها شخص محسوب على المسلمين يوجهها للديانة والعقيدة المسيحية من هنا. وأتمنى أتمنى من الأب بوجي ومن المطران فرانسيس قلابات أن يفعلوا نفس الشيء، أن يستنكروا كل كلمات الإهانة ضد الإسلام وضد النبي محمد. يعني أنا ذاك اليوم أنا ما عندي ما أطلع على فيسبوك، بس واحد رواني جماعة أنتوا عندكم مشكلة مع المسجد في ستيرلينغ هايتس، فتهمنا على عيني ورأسي. أما ليش تطاول على النبي محمد؟ ليش تسب النبي محمد؟ يسميه مغتصب، يسميه مجرم، هذول المسلمين مجرمين. يا أخي أنت عندك مشكلة فهمنا. أما أن تعمم تسب وتشتائم ضد النبي مع النبي محمد، ما أذاك مسلمين ما أذوك. نعم داعش أذتك، والله أنا أعرف. الله لا يراويهم الخير، الله لا يوجه لهم الخير لداعش. أنا متألم منهم قد ما أنت متألم. أما أن نسمح لهذا التطاول والتجريح لا. بحق المقدسات النبي محمد والقرآن وما أدري هذا مو صحيح. زين أبونا بوجي صح هناك تطاول، وأنا سمعت بعض الإذاعات اللي طاولت على الدين المسيح على الدين الإسلامي. وهذا ليش مو الكنيسة يعني تستنكر وبشدة؟ الكنيسة سيدنا المطران طلع بيان وأتصور أخذته وسائل الإعلام وأنا سمعته فأريد تحكي عليه. يعني أنا أيضا مثل ما قلت ذكرته أنه في خاطرة اليوم اللي هي نوعا ما هي فكرة الكنيسة من خلال الإذاعة الكلدانية نعم. كانت واضحة جدا أنه لازم قضية بناء جامع في ستيرلينغ هايتس، قلت بهالعبارة، تكون فرصة لنا احنا المسيحيين والإسلام ان نقعد وان نتحاور ليش بناء وليش عدم بناء. نعم. احنا في بلد واحد يعبر عن حريته ليش، حتى لمن يكون اساس صحيح للبناء او لعدم البناء يكون مقبول من الطرف، يعني لانه مبني على الحوار، مبني على أسس حضاري. نعم. علاقة حضارية. أريد أرجع إلى فد شيء مهم. الاستنكار هو أقل الوسائل الفعالة لبناء فكر يقبل الآخر. نعم. لبناء مجتمع بين الأفراد يقبلون واحد الآخر. بناء مجتمع بين الأفراد يقبلون واحد الآخر يبدأ من المدرسة، يبدأ من توجيه البيت، يبدأ من توجيه الكنيسة، يبدأ من توجيه المؤسسات الاجتماعية، نوادي وإلى آخره، يبدأ من المؤسسات الرياضية، يبدأ من بس الكنيسة من هي أهم، لأنه الشيء ده نحكي عن الدين. الكنيسة مهمة يعني كلش مهمة، بس كلمة ما. الاستنكار أو واقع الاستنكار، ما أريد أقول ما نستنكر، ما أريد أقول هذا الشيء. الاستنكار هو وسيلة سلبية
بس دائما البناء لازم يكون بالوسائل الإيجابية، لأنه الاستنكار ما يجي لمن إلا أكفت خطأ تستنكره. البناء هو العملية الأهم، البناء ضروري حتى لا تجي الحاجة للاستنكار. نعم. ولهذا الشغل مثل ما قلت قبل شوية أنه أشعر أنه المسيحية والإسلام بالرئاسات فشلوا في بناء حضارة قبول الآخر، مجتمع الإنسان يشعر بحرية الفكر، حرية اختيار الإيمان، حرية التعبير عن هذا الإيمان، التعايش، قبول الآخر. أنت أنا مسيحي وأنت مسلم تقول لي أن إيمانك هو خطأ، أوكي. هذا رأيك، أنا أقبل هذا الرأي بكل احترام، بس خلنا نتعايش، نروح للمطعم سوا، نروح للكلية سوا، نصعد ببصمة الأمانة سوا، نمشي بالشارع سوا، وإلى آخر. فكرتك عني هذا، رأيك هذا. الاختلاف بالفكر ممكن مع احترام الفكر الآخر، إيه؟ بس شو ما قلت أني في مجموعة من الإذاعات اللي هي يعني مسمومة، اللي هي تحاول تراوي، تحاول تخلق تفرقة، تحاول تفرق اضطهاد المسيحيين في 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 العراق، وهذا دا تستغلها لخلق التفرقة، لخلق الخلافات اللي شفناها. الظلام ما ينزال بظلام، الظلام ينزال بالنور. الشر ما ينغلب بالشر، الشر ينغلب بالخير. فلازم نبني هالأسس بالمجتمع، لازم نبني هالأسس، نبني أسس الحق، أسس الخير، أسس النور، أسس حرية أبناء الله، أسس قبول الآخر. وهذا الشيء راح يحتاج ليس إلى استنكار في رادي جيد، استنكرنا، استنكر الأخ حسن، استنكرت أنا، استنكر، ولكن أن تبني في الطفل، أن تنطينه مواد دراسية، أن تنطينه بالتلفزيون، أن تنطينه بالمجتمع، بالنادي، النادي الرياضي، النادي الاجتماعي إلى آخره، أن تنطينه أسس قبول الآخر بشكل اعتيادي كل يوم كل يوم كل يوم. هذا هو الشيء، البناء المستمر. نعم. إمام قزويني، طبعا أنا على خلاف مع اللي طلعوا واستنكروا والمسيرة اللي صارت أو التظاهر اللي صارت، الطريقة اللي قاموا بها أنا ضدها 100%، بس أنتوا تعرفون أكو حساسية، في حساسية، هذا واقع. ليش من قررتوا بناء جامع وتعرفون أنه المنطقة هي فيها عراقيين مسيحيين كلدان، ليش ما اجيتوا على هالكنيسة أو هالمنظمة أنه يابا إحنا نريد نبدي جامع وأنتوا أخوتنا وإحنا المفروض نشتغل واحد ويا الأخ وهاي فكرتنا أنه نريد نبدي جامع زين؟ ليش ما سويتوا هالشي؟ أستاذ وليد، ممكن أسأل سؤال؟ شو؟ ليش أفترض أن الكلدان يعرضون بناء مسجد؟ ممكن تجاوبني على في الحقيقة لو تسمع الإذاعات، شنو الأسباب اللي تدفع الكلدان إلى معارضة بناء مسجد؟ بالنسبة لي؟ لا، بالنسبة لهم. بالنسبة لهم، لأنه ما هي السموم حجتهم؟ السموم اللي يستلموها من هالبرامج اللي خلتهم عداء للإسلام، عداء للإسلام. طيب هل هذا طبعاً عداء؟ طبعاً هذا عداء بالنسبة مبرر؟ بالنسبة لي وبالنسبة لأبو نبوجي حسب ما افتهمت منه 100% احنا ضده، 100% احنا ضده. بس من تعرفون اكو هيك شيء حزازية، مجموعة اللي قامت، اللجنة اللي قامت راح تبني الجامع، المفروض اذا شافت اكو انه ممكن انه راح يصير خلاف تجتمع مع الكنيسة، تجتمع مع المنظمات الموجودة، وأنتم علاقتكم جيدة مع الجالية بصورة عامة، جيدة جدا مع الجالية الكلدانية، وهذا ليش ما قمتوا بهذا؟ نعم، إذا تسمح لي أجاوب أقول أنه أولا بكل صراحة ما كنا نتوقع المعارضة،
لأن أنا أدري أن إخواننا الكلدان متألمين من داعش ومن نعم. من العصابات الإجرامية، وأنا شي خصني، أنا مالي ربط، أنا مالي ذنب، أنا مظلوم مثلهم، أنا دا أقدم ضحايا في العراق دا يقاتلون داعش. العراقيين الشيعة تحديدا قدموا 7000 شهيد إلى الآن في قتال داعش، أنا ليش أتحمل مسؤولية ما تقوم به داعش؟ نعم. فأساسا معارضة الإخوة الكلدان، طبعا مو بعضهم، الأقل قليلة جدا، بالنسبة إلي مو مفهومة، ليش دا يعارضون؟ أنا دا أبني مسجد، أنا دا أنتمي إلى جماعة معتدلة من المسلمين، أنا مضطهد من قبل داعش، أنا عندي مشكلة ويا داعش، داعش عنده مشكلة وياي مثل ما عنده وياك. صح. فليش أعتقد، ليش لازم أفترض أن إخواننا الكلدان لازم يتضايقون من هذا الشيء؟ هاي وحدة. نقطة ثانية، زين هسه ما صار في السابق، يعني الآن نوجه نداء لإخواننا الكلدان عبر هذه الفرصة وهذا التلفزيون اللطيف وهالجلسة الأنية. يا أحبائنا، يا أعزائنا، أيها الكلدان، أنتوا إخواننا، أنتوا أحبائنا، أنتوا شركائنا في الوطن، شركائنا في التاريخ، أنتوا شركائنا في الآلام والجراح، أنتوا شركائنا في المعاناة اللي عانينا منها كلانا من داعش. فالمسجد اللي كان راح ينبني في ستيرلينغ هايتس مسجد لا يخضع ولا ينتمي لجماعة داعش أو المتعاطفين ويا داعش، بالعكس هو ينتمي إلى جماعة لا تنفر من داعش ولا تقبل بمبادئ داعش، وهي على خلاف كامل مع داعش، وداعش لو يطيح بيديها اليوم تجي تفجر هذا المسجد كلها مثل ما تفجر بقية الكنائس في 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 عندكم في العراق. فإذا أنا حقيقة مستغرب ليش أنا لازم أساسا أبرر لإخواننا الكلدان. نعم أكو مقولة للإمام علي عليه السلام يقول الناس أعداء ما جهلوا ما جهلوا. نعم. كثير من إخواننا الكلدان وما ألومهم ما ميزوا بين أنه يابا هذول اللي دا يبنون المسجد في ستيرلينغ هايتس ذولا ما لهم ربط بداعش ولا جماعة داعش، ذولا شيء ثاني وذولاك شيء آخر، فأنتوا عندكم مشكلة مع داعش وجماعة داعش والمساجد المتطرفة، هذا مو مسجد متطرف، هذا لا يشكل خطر عليكم ولا راح يولد إرهابيين ولا راح يدعو إلى الإرهاب ولا راح يعلم الإرهاب، بالعكس تعاليم مذهب أهل البيت. أنت جيب لي واحد الآن مسيحي قتل في العراق أو في مصر أو في أي مكان آخر، قتل على واحد شيعي، خلي أقول لك إياها بالعبارة الوقت، جيبوا لي واحد مسيحي قتل على يد واحد شيعي متطرف شيعي، ما أنا أتحدى الدنيا. وين فضل زين إمام خزويني، أنت قلت الجاهل ال- 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 الناس البسطاء اللي يتفاعلون مع هالبرامج المسمومة، بس أنت في خطبة الجمعة قارنتهم هذولا بداعش، أنه هذولا داعش يحاربون بالعراق ويفجرون المساجد وضدنا وضد أهل البيت، والموجودين الكلدان، ما شخصت الكلدان، بس الموجودين في التظاهرة هم ماكو فرق بينهم وبين داعش. هاي خلقت يعني نوع من الحزازية، يعني كملت بعد على الحزازية الموجودة، كملت على الحزازية الموجودة. إمام خزويني أريدك تشعر هذولا أنه هذولا قاسوا ترى هناك، هذولا education يمكن من 10 سنين الأخيرة ماكو education، هذولا عاشوا في خيام، هذولا قاسوا من شيء في داخل عقلهم هو الإسلام، مو الإسلام في داخل عقلهم، وانت قلت جهل تمام، فهذولا يعتبرون أنه الإسلام هو هذا، فهذولا طلعوا مو ضد الجامع هذا، طلعوا لأنه أكو مجموعة حركتهم مجموعة خابرتهم أنه يكونون موجود هنا، والمجموعة هي قليلة كلش. بس أنت في خطبة الجمعة وشخص في مستوى المسؤولية اللي عندك تقارن الموجودين في هذه التظاهرة في هاي في بداعش، أعتقد هذا مقارنة غير منصفة. نعم أستاذ وليد، أنا بس وليد الله يخليك
أنا أعتقد أنه نعم. كلامي أسيء فهمه من قبل المستمع. فهاي أريد توضيح. نعم. نعم. وأنا في الأسبوع اللي بعده تلا كانت الخطبة يوم 27 أو 28 أوغست، الجمعة اللي بعدها اللي هي 3 أو 4 أوغست أنا وضحت بدقة بعد ما صار بعض اللغط حول كلامي، وضحت ووجهت رسالة بعنوان بالإنجليزي كانت وموجودة A message of love to our Chaldean friends، رسالة محبة لإخواننا وأصدقائنا الكلدان. قلت فيها يا جماعة أنتم ما فهمتوني، أنا يعني أسيء فهم كلامي. أنا ماذا قلت؟ قلت أنه هذولا اللي يعارضون المسجد مو لأنه حركة وما أدري زحمة ومرور، لا يعارض لأنه مسجد. نعم. هذا يشبه داعش في تزمتها، ما يشبه. لا اسمحوا لي، ما ممكن تقارن بين المعارضة إلى داعش. لا هسا أقول لكم، هسا أقول لكم وأكد كلامي. نعم. أنا ما قلت هؤلاء مثل داعش كمجرمين كداعش، لا، قلت تزمتهم تطرفهم مثل داعش، وأرجع أوضح ما أقول. شوف عزيزي، داعش يعني they have zero tolerance لكل شيء آخر. نعم. وأخواننا اللي وقفوا هذا الموقف المؤسف حقيقة، وأنا كثير متألم لما حصل في ستيرلينغ هايت، لما وقفوا بشدة وعارضوا بناء المسجد لمجرد كونه مسجد، هذا شنو تسميه؟ هذا نسميه تسامح؟ خطأ. هذا نسميه تسامح؟ خطأ. هذا نسميه تزمت؟ نعم. هذا تزمت هذا. نعم. هذا تزمت. مثل ما داعش ما تقبل بالآخرين، ذول اللي طلعوا يعارضون المسجد ذول ما يقبلون بالآخرين. طيب أنا قلت كلمة وأرجع اليوم أكررها، داعش المن يتبعون؟ جماعة داعش، جنود داعش المن يتبعون؟ يتبعون واحد إرهابي بغداد اسمه أبو بكر البغدادي. نعم. مجرم؟ نعم. مغتصب؟ نعم. يغتصب النساء؟ نعم. قاتل؟ بس هذول الموجودين مو مجرمين. لا لا اسمح، ما يغتصبون النساء. لا 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 أقول لك فضل. هذول داعش يتبعون واحد نعم. متزمت مثل هذا مو شكل؟ نعم. فطالعين على 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 قائدهم، داعش طالعين على قائدهم المجرم. نعم. لكن اخواننا الكلدان من يتبعون؟ مو يتبعون المسيح عليه السلام؟ صح. ألم يقل المسيح من صفعك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر؟ ألم يقل المسيح باركوا لاعنيكم، أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم؟ هذا كان تصرف مسيحي اللي شفناه في ستيرلينغات؟ هل هتافات ضد الإسلام وهالعركة؟ لا اسمح لي، خلق خطأ في خطأ في خطأ. هذا الكنيسة استنكرته بارك الله. هذا اللي أرد أقوله، هذا اللي أرد أقوله، هذا اللي أرد أقوله. هذا تزمتهم نعم. هذا ذكرني بتزمت داعش. زيادة. داعش ترفض الآخرين، ذولا يرفضون الآخرين. نعم. يا أخي أنت جاي بهالتزمت وبهالعنف، وقوموا روحوا لولايتكم ومريتكم. ثم أنا أحب أسمع كلمة من أخي وحبيبي الأب. بالضبط، راح أنتقل بوجي أرد أشوف هو شنو موقفه من بناء المسجد. نعم. أنا أرد أسمع موقفه هو، هل يؤيد بناء المسجد أو ما يبين ما يؤيد بناء في الحقيقة المسجد. أنا ما يخصني عن اللي طلعوا ذولاك، عبروا عن رأيهم. بالضبط. بس أنا أحب أسمع موقف الكنيسة الكلدانية بشكل علني أمام الناس، ما هو موقفها من بناء المسجد في الحقيقة أمام كازويني. بناء المسجد أو غيره أو عدم بنائه، هذا مو مهم إيش قد ما مهم هو التصرف هؤلاء ضد الإسلام. أريد رأي الكنيسة، موقف الكنيسة، ما عندها رأي يعني الجامع ينبني أو ما ينبني. بالضبط. هذا يعني إحنا في بلد مو الكنيسة تقرر بناء جامع أو بناء لا لا أبونا لا عفواً عفواً مع احترامي وتقديري، أنا ما أقول أحد راح يسألكم من البلدية لا شو لا رأيكم لا. أنا أقول أنا كصديق جيت سألتك أبونا ما هو أنا رأيك، ما عندي أي مانع ينبني في ستيرلينغ هايتس، ينبني في وارن، ينبني في تروي، ينبني في أي مكان. ما عندك مشكلة إذا؟ ما عندي أي مشكلة. كقسيس مو كشخصة، كقسيس كرجل دين مسيحي كمانوئيل بوجي. مانوئيل أولاً أنا لازم أكون إنسان، بعدين أنا قس إنسان قس، بس أولا لازم أكون إنسان. فوق هذا الأساس to be a good human being، أنا أكون إنسان جيد، أكون قس، أكون إمام، أكون دكتور، أكون محامي، أكون إيش ما أكون، بس أولا لازم أكون إنسان. فأنا كمان وإيل بوجي مثل ما أنا أريد أن أكون حر في عبادتي في النجف، في كربلاء، في قوم، في أي مكان آخر موجود
2000 إنسان مثلي مسيحي يريدون يتعبدون، لازم أعطي هذه الحرية بكل وضوح. هذا الشيء اللي قلتونه بالمجتمعات، الجلسات الخاصة بالكنيسة، عبر الإذاعة إلى آخره، هذا هو الشيء اللي قلناه وهذا هو موقف الكنيسة. فالناس إش عبروا، هذا موقفهم الخاص. أيضا يعني نصيحة أخوية، كان مفضل يعني هل بناء، عفوا أبونا ممكن أقاطعكم بكلمة واحدة؟ حضرتكم قلتوا أن الكنيسة لا تعارض بناء المسجد في ستيرلينغ هايت، صحيح؟ أنا كنت أتأمل تقول كلمة أكبر، أنا كنت أتأمل تقول أنه الكنيسة مو بس ما تعارض وإنما تشجع على بناء المسجد. ما يعني هذا الشيء، يعني تشجيع بناء جامع أو عدم تشجيع بناء جامع هذا موضوع آخر. لا أنا أعتقد آخر. كقيادة دينية، كقيادة دينية، أنا الآن يجوني بكرة فرضا جماعة يردون يبنون كنيسة مسيحية افترض في ديربون، والله يسألوني أقول أهلا وسهلا فيكم، أنتوا تتذكرون المركز الإسلامي اللي أنا كنت إمامه لمدة 18 سنة يقع بين 5 كنائس، 3 على يميننا و2 على شمالنا وإحنا بالوسط، وعلاقتنا من أحسن ما يكون، نروح نزورهم ويجون يزورونا. أنا كنت أتأمل إخواننا الكلدان، وخصوصاً اسمح لي أقولها، وخصوصاً الكنيسة الكلدانية. أنا ما عندي مشكلة، أنا مشكلتي ليست مع المتطرفين، متطرفين متطرفين شو ما تقول ما يسمعوا لك، بس هذول اللي قاموا ولا يردون ولا يردون عليك ولا يديروا لك بال. نعم، منو راح يرد على نداء الكنيسة والمسجد؟ هم اللي يرتادون المسجد ويرتادون الكنيسة. المسلمين الطيبين يردون علي والمسيحيين الطيبين يردون على الأب. أما هذا اللي ما له شغل بالكنيسة هذا ماكو فايدة أنت أصلا تحكي. أنا كنت أتأمل أن الكنيسة الكلدانية تطلع تقول يا أخواننا يا كلدان، هذول أخواننا، هذول أصدقائنا، هذول ما خصموا بداعش، داعش الله يهلكهم إن شاء الله، إحنا لازم نضرب المثل الأعلى في التسامح والانفتاح، وإحنا ندعو إلى تشجيع بناء هذا المسجد. بالعكس هذا يخلينا إحنا نتآخى أكثر ويراوي تنوعنا ويراوي تسامحنا. ترى التسامح مو كلمات نقولها باللسان ونقرأها بالكنيسة وبالمسجد يوم الجمعة ويوم الأحد بس عمليا ما نمارسها. مو بس هوني، التسامح هو أن تأتي تزورني وأزورك، صح. تيجي تشجعني وأشجعك، هذا اللقاء اللي نشوفه. أخ حسن مو بس هوني، ننطي له فرصة. مو بس هوني، يعني المسيحية عاشت على طول في العراق كسكند، يعني مواطنين من الدرجة الثانية أو أكثر في كل المناطق، والمسيحي ما كان عنده صلاحية أن يوصل. من يتحمل هذه المشكلة؟ المسلمون؟ المجتمع كان إسلامي. طيب أنا أقول المسلمين، ما أريد أدخل بهذا الشيء، بس أريد أن أوصل، اسمحوا لي، أريد أوصل إلى نتيجة، وهي أنه هل عدم التقبل هو فشلنا؟ أنا قلت لهاي مرة ثالثة دا أقولها، هو فشلنا جميعا، نحن القادة الدينيين فشلنا. إذا السياسيين فاشلين في بناء دستور، لأنه الدستور الموجود لا زال فاشل، ما يخلي أسس للمساواة الدينية، لا زال إلى اليوم، إلى هذا اليوم. نعم. إذا لأي سبب من الأسباب الأب أو الأم في عائلة مسيحية أسلموا، أوتوماتيكيا كل القاصرين ينكتبون المسلمين إلى هذا اليوم. نعم. أوكي. إذن هناك خلل، هناك خلل ما كان عالجه ككل قيادات دينية مسيحية أو إسلامية. وهذا يعني هل شيء ولا هو قليل، بس التعايش في الدائرة، في المدرسة، في الجامعة، في السوق، في المحلة، في الجيرة إلى آخره، هذا هو الشيء اللي احنا فاشلين به. شو راح تسوون حتى ممكن اجاوب؟ تفضل. ابونا انا اسمحوا لي اقول كلام. هذه المشكله ما يتحملها المسلمون في العراق، هذه المشكله تتحملها الحكومه العراقيه، من كان يحكم العراق. بدليل اللي اسائلكم واضطهدكم، أعرف. اضطهدني انا ايضا، يعني بل اضطهدني اكثر مما اضطهدك.
معك ضهتني أكثر من أنا معك. بس أنتوا عندكم كنائس الآن في الموصل قبل داعش طبعا، عندكم كنائس وعندكم حرية وترحون وتجون. أنا في زمن من الأزمنة في تحت حكم صدام حسين ما كان إلي حق أروح على مسجد، إذا أروح على مسجد أذبح أقتل، اللي يجي يزور الحسين عليه السلام صدام حسين ينكل بي. زين هذا صدام حسين يمثل الإسلام؟ لا يا أخي، صدام حسين واحد ديكتاتور مجرم، اللي قبله نفس الشيء واللي إجا بعده ما يمثل الدين الإسلامي. الآن لو في أمريكا، ولهذا لو الآن في أمريكا قام البعض باضطهاد المسلمين أو بمعاداة المسلمين، أنا أحمل المسيحية؟ هذا ما له ربط. ولهذا كذا أقول هتلر لما قام في العراق القيادات الدينية وكل واحد على قوته فشلوا في خلق مجتمع متآخي. هل هنا حاولت في المهجر خلق هذا المجتمع ولهذا المتآخي؟ ولهذا أقول أنه يعني لازم هوني نبني هذا الشيء. شلون؟ لربما هذا المخطط أو هالفكرة أو هالمسيرة ما هي في بالي في هاللقاء، ولكن كفكرة إذا ما إحنا بهذا البلد اللي هو الألتمت يعني فريدم هوني حرية الدينية، إذا ما نعطي نموذج للبلدان في شرق الأوسط أو في أي بلدان أخرى بالعالم، معناتها إحنا فاشلين في دعائنا الديني، في رسالتنا الدينية إحنا فاشلين. لأن كل دين يدعو إلى الأخوة والسلام. إمام قزويني، أنا أيد أنه في الدول العربية فشلنا فقط في الدين، في المجتمع، في السياسة، في الاقتصاد، في كل شيء. وفعلا المسيحيين كانوا من الدرجة الثانية والثالثة، وكانوا اليزيديين من الدرجة التاسعة، والصبة من الدرجة العاشرة. زين، بس هنا بالمهجر ايش قمتوا حتى؟ وتعرفون انه هالترسبات، تعرفون واكو قلنا أقلية تحاول تعظم هذا الخلاف، هذا الترسبات، هاي تريد تنشرها على الواقع. ايش قمتوا انتوا وايش راح تقومون خاصة وراء هالتجربة اعتقد القاسية على الطرفين؟ وفي الحقيقة اذا ما تقومون في عمل مشترك هاي الترسبات تزيد، والمناشرات تزيد، والسوشيال ميديا لو تروح من كلا الطرفين أشياء دا تنقال أعتقد مسيئة للكل، سواء كان المسيحيين أو للإسلام. شنو راح تقومون به؟ شوفوا، خلي أرجع أوضح نقطة بالنسبة لما يحصل في الشرق الأوسط وكلامكم أنه المسيحيين يعتبرون مواطنين بدرجة ثانية. أنا أختلف معكم في هذا الشيء، أنا ما شايف أن المسيحيين مواطنين درجة ثانية في العهد الجديد. في العهد الجديد من 2003 نعم المسيحيين تعرضوا إلى اضطهاد على يد داعش والعصابات الإجرامية. نعم. الشيعة هم تعرضوا، السنة المعتدلين هم تعرضوا. أما أن نقول أن المسيحيين في العهد الجديد هم درجة ثانية، هذا مو صحيح. المسيحيين الآن في العراق لهم الحقوق التي لا يتمتع بها أي مواطن عراقي، أي مواطن عراقي مسلم أو مسيحي، ولا يميز القانون الحالي في العراقي والدستور الحالي العراقي بين مسلم ومسيحي أبدا. يحترم الاثنين، المسيحي مواطن له كل حقوق المواطنة كما للمسلم حقوق المواطن. أنا ما شايف أنه الآن، إذا أكو شيء آخر خبروني. إمام قزويني، في زمن صدام كان أكو أكثر من مليون مسيحي في العراق، هاليوم أقل من 350,000. هذا نتيجة داعش، نتيجة داعش. خلي أزيدك أكثر من هذا، في زمن صدام حسين كان أكو 18-20 مليون عراقي في العراق، الآن طلعوا 4 ملايين. المسيحيين منهم 700,000، والبقية شنو اللي طلعوا من العراق اللي هاجروا؟ المسلمين مخر مدامن. الأقلية من تنضرب الأقلية تبين. احنا شوفوا احنا يعني الأقلية انضربت، بس من الذي ضربها؟ الأكثرية.
يعني أنت تقول لي كان أكو 1,000,000 مسيحي اليوم صاروا 350، مو الشكل؟ نعم. وأنا أقول لك كان أكو 4,000,000 مسلم يعيشون في العراق، اليوم دا يعيشون بألمانيا والسويد وبدول المهجر وبأمريكا. إذن شنو النقطة اللي تردون تقولوها؟ تردون تقولون الإسلام دا يضطهدهم؟ لا، ما له ربط بالإسلام. الحالة اللي صارت في العراق صارت وضع سياسي. هذا الوضع السياسي إجا نتيجة سقوط الحكم السابق، قيام حكم ديمقراطي جديد، رفضت دول المنطقة أن تقوم حكم ديمقراطي في العراق، ولأنها حكومات ديكتاتورية اللي أطراف العراق، دول جوار العراق رفضت التجربة الديمقراطية، ولذلك اتفقت كلمة دول الجوار العراقية على أن ترسل مجموعة من الإرهابيين لتقويض التجربة الديمقراطية باسم الدين، استغلال الدين. وهذا اللي صار، شفنا آلاف الانتحاريين اجوا باسم الدين يفجرون ويقتلون، بس هذا ما له ربط بالإسلام. هذا نعم هذه قضية سياسية، خل أقول لك تحديدا أكثر، هذه قضية لازم تلومون فيها السعودية وقطر والإمارات اللي دا تصب ملايين الدولارات على الإرهابيين وتسهل وصولهم إلى العراق وتدعمهم وتستعمل أجهزتهم الإعلامية في التحريض ضد الوضع الموجود. هسه أنا أدري حكومة فاشلة، بس اللي دا يزيد من الوضع هو التحريض اللي تقوم فيه هاي دول الجوار. هذا مفهوم جدا. في المهجر، أنا اسمي وليد جعدان، من يوصل اسمي إلى واشنطن أو لانسينج ما يعرفون هذا مسيحي، ما يعرفون هذا مسلم، هذا شخص جاي من الدول العربية. فالمشاكل اللي عندي كمهاجر سواء المسيحي أو الإسلامي ده نفس المشكلة، مشاكل عندنا. التفرقة سواء كان في المسيحيين أو الإسلام أو بين الجالية العراقية واللبنانية أو الأردنية والفلسطينية راح تضعفنا. ليش ما تقومون والكنيسة والرجال الدين المسيحيين والإسلام هم يقودون الجالية، خلينا نكون واضحين، ليش ما تقومون في جهود لتوحيد هاي الجاليات، لتوحيد هاي الجهود؟ وش راح تقومون بعد ما شفتوا انه اكو مشكله عندنا، اكو عندنا مشكله برا التظاهره؟ ازدادت البله اكثر. لو تروح للسوشيال ميديا ولو تروح على الاذاعات من الطرفين اخذوا فرصه لبث سموم اكثر واكثر واكثر. فش راح تقومون انتم كرجال دين مسيحيين واسلام للقضاء على هاي التفرقه، للقضاء على هاي السموم اللي تجي؟ انا اعتقد لو ابتدأ كل واحد منا بنفسه، يعني انا كمسلم دعني قبل لا استنكر نداءات التطرف اللي تجي من جهه تحسب نفسها مسيحيه وقد لا تكون هي مسيحيه، طبعا. خليني أن تستنكر التطرف اللي دا ينطلق من باسم المسلمين. شيء جيد هذا. ونفس الشيء أتأمل الأب يقوم. إذا هالشيء صار عندنا أنا ما أريد أدعي لنفس الشيء، بس إذا تتابع محاضراتي كل خطبة جمعة تقريبا يندر أني ما أستنكر. اسمعوا خطب الجمعة، لأن أخواننا الكلدان راحوا من كل الخطب طلعوا هاي الخطبة. يا عمي أنت ما عندك خطب أخرى. الأشياء السلبية رأساً تطغى. فلو الأخوان الكلدان يروحون يسمعون خطب الجمعة، يشوفون أنا تقريباً 90% من خطبي موجودة هي على يوتيوب. أنتقد فيها التطرف الإسلامي، أنتقد فيها داعش، أنتقد فيها النصرة، أنتقد فيها اللي يقومون بقتل الأقباط في مصر. يعني أنا ما أوفر، أنا دائما أهاجم، والحق يقال مو أنا الوحيد، يعني في أهم أخرين أيضا في ديربون أشوفهم نفس الشيء يعملون. بس لا تنسى يعني إحنا أحيانا يكون ضربة وضاعة بسوق الصفافير مثل ما يقول المثل العراقي، الطرف الآخر ما يسمعنا نتيجة الضوضاء اللي تصير بالضبط. بس هناك رجال دين مسلمين يستنكرون، وخصوصا في، خلي أكون صريح جدا، يعني على أساس أنا ليش أظل أتخبى وراء الكلمة؟ لا ما أريد أتخبى. الطائفة الإسلامية الشيعية، بس أنا ما أقدر أتحدث باسم كل المسلمين. زين. باسم الطائفة الإسلامية الشيعية، نحن علماء الدين المسلمين الشيعة دائما نتصدى للتطرف، دائما ننتقد التطرف الإسلامي أو ما يسمى بالتطرف الإسلامي، إحنا أول من يتصدى ويستنكره.
وأتوقع نفس الشيء في الطرف الآخر. أبو نبوجي، هل الكنيسة تستنكر ما 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 نسمعه بالقسم من الإذاعات؟ أريد أكرر مرة ثانية. تفضل. أسوأ الأمور الاستنكار. أسوأ الأمور. مو أسوأ الأمور يعني أضعف، أضعف الإيمان. أضعف الإيمان هذا ما أقصده، بس هو أسوأ الأمور. نعم. لما نوصل إلى أن نستنكر. نعم. معناته المرض كان استشرى. أو استشرى المرض. المرض مستشرى. إيش راح تقوم حتى هذا المرض؟ الاستنكار. نعم. دليل وضع سيء. هذا هو أريد أقول. نعم. إنه ما وصلنا إليه هو دليل فشل. الجهات الدينية لازم تفكر برسالتها، المسيحيين يفكرون برسالتهم، المسلمين يفكرون برسالتهم، هذول الدينين الكبار بشكل خاص الإسلام، لأنه المسيحية في كل الشرق الأوسط ما تتجاوز 1%. نعم. كل الشرق الأوسط يعني ككل، إذا ندخل تركيا إيران خلنا نأخذ بالمهجر هم ما يصلون النصف 1%. نعم. فإذا وأني أخلي على نفس المستوى المسيحية والإسلام، لازم نبدي نفكر شلون إحنا كرجال دين وين مكانتنا. إحنا مو علماء اجتماع، إحنا مو علماء رياض، إحنا مو علماء سياسة، إحنا مو علماء اقتصاد وإلى آخره. في حقلنا الخاص اللي هو بناء الأخلاق والعلاقات الاجتماعية جيدة. نعم. في هذا الحقل لازم نبني نعمل ما هو واجبنا، أن نبني الأخوة، نبني قبول الآخر، واللي هو واجبه يكون مجتمع، يكون رياضة، يكون اقتصاد، يكون سياسة، يكون إلى آخره. إذا يسمعون إلنا يسمعون. في أمريكا على سبيل المثال اللي هو بلد المتحضر ما يسمعون لرجال الدين، ولهذا أكو أشياء هي ضد الدين المسيحي وبالمجتمع كي تمشي. نعم. مثلا الزواج المثلي، مثلا الإجهاض إلى آخره. نعم. مو معناته كي يسمعون للمسيحية. بس 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 الجاليات الشرق أوسطية أدى علاقة مميزة مع مع كنيستها، مع مع الجامعة. مو دنخلي ثقل. نعم. دنخلي ثقل ما محله، وهذا خلط. يعني بدأ الشرق الأوسط يصير خلل وما يكي يصير بالاتجاه الدولة المدنية المتحضرة، لأنه سواء رجال الدين أخذوا مكانة ما هي مالتهم السياسة، أو مثل ما تقول أنت أنه رجال الدين عليهم كل الأشياء، من الطرفين هو خلل. لازم الإنسان المهندس يسوي شغل الهندسة، الطبيب يسوي الطب، السياسي يسوي سياسة. نعم. ورجل الدين يقوم بما عليه. أوكي. شيء جيد جدا. لازم أختم البرنامج. I know إن عادة الأشياء، بس أنطيك 2 minutes إمام قزمين و 2 minutes فادر بوجي. شو ندائك مو للمسيحيين، ندائك للإسلام والمسلمين في المهجر، انساس هناك في المهجر، في المهجر اللي أننا نتفاعل مع بعض دائما، احنا في الاسواق، احنا في الاجتماعات، في المدارس، في هاي بعد اسوأ راح يصير اذا اطفالنا ياخذون هالفكره. فشنو المفروض، انه شنو ندائك للاجيال الاسلاميه هنا للتصرف مع اخوانهم المسيحيين؟ انا اوجه نداء للمسلمين وللمسيحيين اذا تسمحوا لي باختصار. نعم. اما ندائي الى المسلمين فاقول انه يجب عليكم تعايش مع المسلم المسيحيين بمحبة، يجب أن تمدوا يد المحبة لإخوانكم المسيحيين. القرآن الكريم ندبنا إلى ذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يجب أن يمدوا يد المحبة والصداقة إلى إخواننا المسيحيين، ويجب أن نفتح بيوتنا وقلوبنا ومساجدنا لإخواننا المسلمين المسيحيين كما فعلنا في السابق في مناسبات متعددة. المساجد احتضنت إخواننا المسيحيين في أكثر من مناسبة، وكان هناك انترفيث إيفنت وشراكة ومحبة. يجب أن نستمر،
يجب أن تستمر علاقات الجيرة والمحبة والتزاور خصوصا بين رجال الدين. أتمنى منك أن تدعو إلى هذا الحوار بغض النظر أكو مشكلة في ستيرلينغ هايتس أو لا. إحنا لازم نستمر وإحنا لازم نجتمع عندنا حوار يصير الأديان. حوار نعم. الأديان نعم. فندعي إلى المسلمين أن يظهروا المحبة والتعاون للمسيحيين وأن يظهروا أيضا لهم الاحترام والمحبة والتقدير وخصوصا للمسيحيين من الشرق الأوسط، لأنه بالإضافة إلى هم إخواننا في الإنسانية هم إخواننا في الوطن أيضا، شركائنا في الوطن. صح. وندائي إلى الإخوة المسيحيين أنه أحبائي لا تعممون، التعميم غلط. يعني إذا قامت داعش بتصرف خاطئ ضدكم هذا لا يعني أن المسلمين كلهم يتحملوا المسؤولية، لا، هناك القلوب التي تتعاطف معكم أنتم المسيحيين أكثر من القلوب الحاقدة عليكم. هناك الكثر ممن يتعاطفون معكم من المرجعية الدينية، خذ ونازلة، يتعاطفون معكم، يألمون لما حصل لكم من مصائب، نشارككم الآلام، نحزن من أجلكم، لكن الله يشهد لو كنا قادرين نحميكم كان حمينا نفسنا. صح. لو كنا نقدر نحمي الكنائس العراقية المسيحية في العراق كان حمينا المساجد والمراكز والحسينيات، بس ما قادرين. الإرهابي ده يجي وماكو شيء يوقفه، يريد يفجر، جاي يريد يموت، يريد يروح إلى جهنم، فده يقتل، ده يفجر الكنيسة ويفجر المسجد على حد سواء. فلا نحمل الإسلام، هؤلاء داعش ما ينتمون إلى الإسلام، هؤلاء يحسبون أنفسهم على الإسلام كذبا وزورا، واللي ده يدعمهم دول لا تمت إلى الإسلام بصلة ومذاهب لا تمت إلى الإسلام بصلة، متطرفين، ومع دولة ما لازم نحمل الإسلام مسؤولية. أبونا بوجي، I know كان عندك كلمة في إذاعة صوت الكلدان، و I know كان عندك كلمة في الكنيسة، و I know كررت عدة مرات فكر الدين المسيحي واتجاه الدين المسيحي للأديان الأخرى، بس انطيني 2 منت حتى ننهي البرنامج. ربما أقل من دقيقتين، بس أريد أدعو المشاهدي الكرام إلى أنه إحنا في أمريكا ولازم نعيش في دولة متمدنة، دولة حضارية، دولة مبنية على دستور، الدستور يعطي الحرية، حرية دينية خاصة، حرية الاقتصادية، الاجتماعية، الحياتية، الدينية، من ضمنها لكل مواطن، وضمن القوانين هذه الدولة وضمن قوانين كل ولاية وكل مدينة الإنسان هو يسير بهذا الطريق، عنده الحرية ولكن من دون أن يتجاوز على حدود الآخرين، على حرية الآخرين. فأريد أن نعيش تماما في دولة متحضرة متمدنة ديمقراطية وكمسيحيين مبنية على الأخوة، أخوة أبناء الله. شكرا أبو نبوجي، شكرا إمام قزويني. في الحقيقة إيماني بيكم وأني شايفها أكثر من مرة أنه كيف تحبون واحد الأخ وكيف تقدرون وتحترمون واحد الأخ، وأتمنى من الجالية المسيحية والإسلامية أنه نظرون إلى رجال الدين الموجودين بالجالية ويقتدون من عندهم ويتصرفون نفس التصرفات اللي تصرفوها أنتم. فشكرا جزيلا. أهلا وسهلا. شكرا. أولا شكرا. أهلا وبيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين، كان هذا لقائي مع كل من الإمام حسن قزويني وهو المرشد المنتدى الإسلامي في أمريكا، والأب مانويل بوجي وهو النائب الإسقفي لأبرشية مارتوما الكلدانية في أمريكا. في الحقيقة احنا كمهاجرين عندنا صعوبات هواية، والمجتمع الأمريكي ينظر انه احنا مهاجرين واحنا جايين من مناطق اكو هواية من الأمريكا ما يفتهمون انه اكو الاسلام هو دين محبة، انه المسلمين والعلاقات الموجودة مع المسيحيين على مدى التاريخ كانت جيدة ومميزة. فاحنا بيناتنا يجب انه نتحد، يجب انه نراوي للمجتمع الأمريكي أنه إحنا في محبة، إحنا واحد، لأنه المشاكل اللي تواجهنا هي وحدة.
الشخص الأمريكي، جيرانك الأمريكي، من يشوف أنه أنتم مختلفين وأنتم واحد يتهم الآخ بالزور، أوكي، كيف هذا راح ينظر لنا؟ كيف هذا راح يعيش وراح يعرف أنه أكو جماعة مختلفين بيناتهم؟ كيف راح ينظر لنا؟ فبليز بليز، وأتمنى من جميع أبناء الجالية عدم السماع لمجموعة قليلة متطرفة تبث السموم. هذول المجموعة تبث السموم وتحاول أنه تنطي آراء متطرفة حتى تبرز نفسها، حتى بس تفرز نفسها، حتى أن يكون عندها برنامج حتى كل شيء يحكي به، ويستغلون شو ما قال إمام قزميني الجماعة الجاهلة، الجماعة البسيطة، الجماعة اللي تأذت، يستغلون عواطفها ويستغلون المشاعر مالتها حتى يثيرون هاي الخلافات وهاي السموم في أبناء جالية المفروض تكون جالية واحدة. أعزائي المشاهدين، شكرا لمشاهدتكم وإلى لقاء آخر.